اقول الصبي هو اللي يقوله بيحب فريزر، يقوله وين يحط؟ انا مشتاق للاستراحه وقال بقط معك، ايوه، ويقول بقى ادفع معك ويقول ابي نبي غرفه نحط فيها لازر. ايوه اي أيوة والله. وما انا راح للساحه اللي عزم الدشين، يقول تعالوا عندي وقطوا معي. اسكت، من هي باسمه؟ اسم عبد الله بن مرداع العاطفي. ونعم انا لا. ها؟ اسم عبد الله. اسمع بن مرداع العاطفي. طيب الاستراحه باسمي. من هي باسمه؟ باسمي. انا معلمته، الرجال اللي يخاف على اسمه لا يخليه يدخل عنده ولا يمسك. كيف؟ استراحات انا معلمته من عدو ولا ما يدخلها. الا كان يدخلها وقته. ما بستراحة. ما هو شيء. مشتاق لي بيت، بيت. وبيته ضايق ما يمشي فيه. اني معلمته. انا ما قال قصير. اني معلمته، انا ما اسحب، ما اجي في الاستراحه، اسحب استراحه باسم صاحبه. اقول بيض الله وجهك. ايه الحين بعد وجهك على ما قال حمى ودن يسع من عندك، يقعد عندك يروح من يمشي عنده. ما بدك تجي الاستراحات وش يعني؟ انا ماني ثقه يا ابو سعود، انا ماني ثقه. ثقه؟ ثقة في 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 اوقات تثقى، ما في كل وقت مباح. مغربي في اوقات معروف يرجع البيت وذمه لعله. اجي الظهر ليه؟ جدك انا مراجع في المستشفى، اجي راجع عندك اقيل عندك. الحمد لله عندنا بيوت. انا ما نشيتك بعد انت. انشلت عظامه في روحي دق وري اشتكى استراحه. انشلت في عظامه. لا عادي يقول، عادي يقول عادي ما ابى عظام كله شحم. الله يهديك يا سعود. ما غير تقول دور ذا الاستراحات واستاجر فيها. قال كل طبيعي ما يجوز. اسمع طبيعي. اسمع شوفني. ها؟ ما شو تحط سجادات صلاة؟ ايه والله ما يعبد الا في. وين تحط السجادات؟ الاستراحه نصلي فيها. الاستراحه؟ والله هالسجادات في الاستراحه بتجي. انت عارف ايش نبي نصلي فيها الوتر كل لا الله يبعد. يا سعود علمها، قول حنا بنبث في الاستراحه وانت تابعينا في بث لحالك. شوفي من اللي يجينا ومن اللي يروح. لا خليني اتابعك واحولك من قاعي واسحب. بنحط بالاستراحه كاميرات وخليها تتابعنا. لا بد لك كاميرات عندي بالشارع. وين قناه بدايه؟ ليه يخليها عين ويطرد هذين؟ لا عندي بث عندي.